بعد اللي عمله بيك فيي ورجعت امك بهالقوة مستحيل خليه يتهنى نهار واحد بحياته. اف يعني مزبوط اللي قلته امي عنكم؟ شو قالت؟ قالت عن علاقتكم انها هوس مش حب. اللي انهوستوا ببعض، شميتوا ريحة بعض مثل ما بتعمل الحيوانات ولحقتوا بعض. هي هيك قالت؟ بهالكلمات؟ بشك، لأنه أمك لما كانت تشتغل عند بيي ومصاحبها. ليكي جمال، روق شادي روق، لا تهب ولا تحتد، هيدي الحقيقة. اللي خبرك إياها بيك؟ يغسل عين عنه جدي، كل حدا اشتغل عنده ونام معه وصاحبه. وطلعت أمك من نصيب عامر حتى يغطي عليها ويسترها. ما كون أنا ابنه لجدي ومش عارف، وقام عامر غطاني. مش هلأ عم ينعاد السيناريو ذاته؟ أمك حبلة وبدون زواج، وعامر عم بيرجع لها لحتى يغطي عليها. اف شو انك مرة شريرة؟ ليش حبيبي؟ مش هيدا اللي صاير؟ أمك ما صاحبت نديم بركات وهلا حبلة منه؟ هو مختفي، وبيك عامر خير نط قدام الرصاصة لأنه بحبها، وحتى من بعد ما عرف إنها حبلة. فشو الفرق بين امبارح واليوم؟ أنت طبعا أنا الفرق، وأنا كل الفرق، وما تجرب تقارن بيني وبين أي مرة تاني إن كانت أمك أو مش أمك. أصلا حاشا تتقارني بحدا، مستحيل حدا يوصل لهالوطاوة اللي أنت فيها. ليكي جمال، بدي خبرك شغلة، فيك تهيني أمي، فيك تحكي اللي بدك إياه، بالعكس عم بكتشفك على حقيقتك أكتر وأكتر، عم بكتشف حقيقة بيك أكتر وأكتر. بس بدي لك شغلة، إذا عم بتفتشي مين خفي لك بنتك، فمحل لازم تفتشي هو بيك. بيك والسبب جدة لكاتيا، المسمى بجدة، لأنه لو سخنته مع بنات العالم ما كان سامر جديد عمل اللي عمله، لأنه أزالوا أخته لسامر، عوضها على المخدرات رجع كبها جسي معفنة على جنب الطريق، فردله الكف ببنت بنته بكاتيا، هاي الطفلة اللي رمتها الصدفة بين إيديه بين مخالبه بين نيابه ما بعرف. من هون ورايح أنت بتعرفي القصة كلها، فإذا عم تفتشي على بنتك يمكن ما حتلاقيها، لأنه بيك قدامها ضحية على مذبح نزواته. على كل حال رح لاقيها لكاتيا، وكيف ما كانت حالتها رح ضمها لصدري ولصدر أمي ميسم يلي أنا شقفة منها يلي ربيت ببطنها، ورح أعيش حياة جديدة من أول وجديد بعيدة عن حيوانين شمشموا بعض لجبوها. أنت وبيك وأمك دماركن على إيدي.